وضع وزير الصناعه والمعادن منهل الخباس حجر الاساس لبناء مصنع القماش غير المنسوج في محافظه نينوى. اكد الوزير ان القماش الذي سوف ينتج سيستخدم للاغراض الطبيه. حقيقه اليوم احنا سعيدين وفخورين بان نضع حجر اساس لاحد المشاريع اللي تعتبر مكمله لانجازات وزاره الصناعه والمعادن، وهو مشروع القماش الغير منسوج SMS الطبي طبعا، والذي يستخدم لمره واحده، وهنالك انواع من هذا القماش وليس نوع واحد كما شاهدتموه في الفيلم الوثائقي. هذا المشروع مشروع كبير، تمويله حكومي 100% كنوع من انواع العمل والدعم لمحافظه نينوى وللشركه العامه للنسيج والجلود ولمصنع الغزل والنسيج في الموصل ومصنع الالبسه الجاهزه في الموصل.